الشقة برضه عبارة عن غرفتين. أول حاجة على يميننا هنا ده الحمام، وعلى شمالنا هنا دي غرفة النوم، أول غرفة نوم. وعلى يميننا هنا تاني ديت منطقة الأوبن إيريا بتاع الكيتشن بتاع المطبخ، اللي هو الأمريكان كيتشن، دي المنطقة بتاعته. وعلى شمالنا هنا تاني ديت تاني غرفة نوم. وديت منطقة الليفينج إيريا الصالة. هي ديت هنا هنا، يبقى ديت أول غرفة على إيدينا اليمين، وبعد كده تاني غرفة، وبعد كده على شمالنا الحمام، وقدامنا على طول دوت المطبخ، وديت البلكونة، وده الفيو بتاع الوحدة من البلكونة بتاعتها. دوت حمام السباحة، دوت لو في النص دوت، وفي هنا حمام سباحة هيكون تاني قدامنا هنا على طول في الجزء دوت، هيكون برضه حمام سباحة كبير، وفي حمام سباحة تالت دوت على البحر على طول.